بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معايا بشرى سر لكل الطلاب ولكل أولياء الأمور. إعفاء الطلاب من المصاريف الدراسية هذا العام 2021 2022. يلا بينا نتعرف على مين هم اللي هيعفوا من هذه المصاريف وإيه هي الأوراق المطلوبة. أول حاجة الأيتام لازم يكون معاهم صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب، ومعاهم كمان صورة ضوئية من الرقم القومي لولي الأمر، ومعاهم كمان صورة ضوئية من بطاقة وصايا على الطالب. طيب بالنسبه للناس اللي بيقبضوا المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامه، لازم يكون معاهم اصل خطاب من الشؤون الاجتماعيه، وكمان صوره ضوئيه من بطاقه الاب او المستفيد بالمعاش، وكمان صوره ضوئيه من الاب، واصل خطاب يثبت العمل في وزاره التربيه والتعليم، وصوره ضوئيه من الرقم القومي للاب او الموظف بالتربيه والتعليم، وصوره ضوئيه من شهاده ميلاد الطالب او الطالبه بالنسبه لابناء العاملين بالتربيه والتعليم. طيب ابناء المطلقات لازم يكون معاهم صوره ضوئيه من قسيم الطلاق الام، وصوره ضوئيه من الرقم القومي للام المعيله، وصوره كمان من اي اوراق تثبت اعاله الام للطالب او الطالبه. كل ده مع استخراج افاده من المدرسه تفيد بان الطالب او الطالبه مسجل في المدرسه بالنسبه لاوراق المطلوبة لعمل بحث اجتماعي. طب مواعيد المدارس امتى اتحددت بالنسبة للمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات؟ اللي هو يوم 9/10/2021، اما المدارس الدولية يوم 12/9. وبكده نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. ارجو الاشتراك في القناة، ولا تنسوا طبعا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان كان لديكم اي استفسار اكتبوه لي في التعليقات، وشرف لي ان انا ارد على حضراتكم.